انتعاش تسجله بورصات دول الخليج مع افتتاح التعاملات مستفيدة من ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد تسجيلها خسائر كبرى في الأيام الماضية. مؤشر سوق دبي يشهد ارتفاعا بنسبة 5.5% عند الافتتاح، بينما مؤشر سوق أبوظبي يسجل ارتفاعا بنسبة 4.2%، ومثلهما تسجل بورصتا الكويت وقطر انتعاشا بعد خسائر كبرى في الجلسات الأخيرة. أسعار النفط كذلك تسجل ارتفاعا بلغ 8%، وهي التي كانت قد سجلت قبل 24 ساعة أكبر خسارة في يوم واحد منذ نحو 30 عاما. الانتعاش يأتي على وقع تحفيز اقتصادي محتمل في ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية وتباطؤ إصابة حالات جديدة بكورونا في الصين بؤرة الفيروس. في الولايات المتحدة أقوى اقتصاديات العالم، يؤكد دونالد ترامب أنه سيتخذ خطوات كبيرة لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تأثير تفشي كورونا، وسيبحث تخفيضات للضرائب على الرواتب مع النواب الجمهوريين في الكونغرس. الأسهم الآسيوية بدورها ترتفع، وعائدات السندات هناك تتجاوز مستويات تاريخية متدنية في الوقت الذي أدت فيه تكهنات بتحفيز منسق من بنوك مركزية وحكومات في أنحاء العالم إلى تهدئة حالة البيع من المستثمرين المذعورين. هذا فيما تلقت المعونات الاقتصادية العالمية دفعة بعد زيارة الرئيس الصيني ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا للمرة الأولى منذ انتشار المرض.